انا اشكرك يا يمنى ان انت فكرتيني، انا نسيت بجد انا نسيت. عفوا عليك. لا 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 بجد والله برافو عليكي، وانتوا اي حد فيكم من هنا ورايح، انا بنسى على فكرة الموضوع ده كتير، فابقوا فكروني لو انا نسيت عادي، وقطعوني عادي، ما فيش حاجة، ما فيش مشكلة يعني. طيب والتاني dissecting your reading زي ما احنا قلنا، اللي هو ان احنا نعمل عملية فحص بدقة لعملية القراءة، ونعمل عملية تشريح، ان احنا نتعلم ان احنا نستخدم the topic sentence or paragraph، ال summary sentences، ال supporting sentences، وال transitional sentences. السلايدز الجاية هنفهم كل حاجة منهم هي عبارة عن إيه. طيب leaning to dissect the reading will help you grasp the main idea and retain it. طيب leaning to يعني يميل إلى إن أنا أعمل عملية التشريح دي في القراءة بتاعتي، هيساعدني إن أنا help you grasp، إحنا قلنا grasp يعني يقبض، يعني يمسك الـ main idea، الفكرة الرئيسية، and retain it، إن أنا أحتفظ بيها. The topic sentence. The topic sentence دي بقى بتبقى إيه؟ بتبقى جملة كده بتلخص الباراجراف كله، بيتكلم عن ايه؟ بتكون the first or last sentence in a paragraph، بتبقى الجملة الأولى من الباراجراف أو الأخيرة في الباراجراف، وأحياناً ما بيكونش فيه خالص. طيب when it is obscured or hidden، ايه اللي بيحصل بقى؟ لو هي هيدن ومختفية بنكتب هيدلاين للباراجراف بتاعنا. فاكرين لما كنا بنبقى بنذاكر في الثانوية العامة أو وإحنا في المدرسة، أو وإنتوا دلوقتي حتى وبتقرا بحاجات كتير قوي، مش الواحد كده بيبقى أحيانا وهو بيقعد يخطط ويحط عناوين لنفسه؟ مين فيكم بيعمل كده؟ مين كمان؟ معقولة 5 بس من 44؟ يعني احنا بنتكلم في 6 على 44؟ معقولة محدش فيكم كان بيخطط وهو بيذاكر طول عمره بيكتب عناوين؟ أنا كنت بعمل كده. 8 9 10. طب ايه ده، احنا بنزيد اهو، 11 12 13 انا كنت بحب اعمل كده، كان الكلام ده بيخلي الواحد يفتكر. 14، يلا يلا مين يزود؟ في حد غير رأيه؟ مش مشكلة. انا كنت بحب اعمل كده فعلا، عشان كنت بحس ان انا الكلام ده بفتكر في الامتحان، الخطوط بتاعتي او الكلمات اللي انا كتبتها، عناوين للباراجرافات، يعني ده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه، واحيانا الواحد هو بيراجع بسرعه يبقى بيفتكر. فانت بتعمل لما بيبقى فيش topic sentence عندك، بتعمل headline، بتعمل عنوان للباراجراف بتاعك. فبيبقى بتكتب زي summary كده، يعني جملة كده أو حاجة عنوان كده، بيبقى حوالي 5 كلمات، بيعمل زي ملخص للموضوع ده. فانت تقدر ان انت تبقى
تبقى لو ما فيش topic sentence فانت بتعمل كده فعلا، وده اللي هيبقى الاكسرسايز بتاعكو في التوتوريال. واحنا هنتدرب على كام حاجة دلوقتي في المحاضرة سوا، تمام؟ هنبقى في حاجات هنشوفها دلوقتي، في حاجات فيها topic sentence وفي حاجات ما فيهاش topic sentence مش ظاهرة، فهنبدأ ان احنا نقترح لها كلمات تعمل لها summary. وطبعا لازم تبقى الحاجة الجملة اللي هنعملها دي تبقى بتدي المعنى العام، يعني المين ايديا بتاعت الموضوع او اللي هي الكنترولينج مسج بتاعت الباراجراف اللي انا بقرأه. لو سمحت بس سؤال، identifying a topic sentence ده مثلا مثال هديكو. ده اقرأوه، هعمل تايمر على دقيقة ودلوقتي هو قدامكم، ابدأ اقرأ. وقولولي انتوا شايفين ايه. بعد دقيقة هبدأ وانا بتكلم مستمرة في القراية، يعني هبدأ اشوف مين اللي هيقول لي فين التوبيك سنتنس في الباراجراف ده، في ولا مفيش، وهي لو فيه هي مين فيهم. مين جاهز؟ يمنى وعلي وأمنية ومصطفى وعبد الرحمن وعلي وحسن. طيب أوكي، أنا هسمع منكم كلكم، اتفضلي يا يمنى. أول جملة خالص اللي هي working and debt collection don't mix. طيب ده إجابة يمنى. مين اللي بعد يمنى رافع إيده يقول؟ مين؟ أحمد؟ أحمد طلال؟ أحمد مين في هي الجملة؟ working and debt collection نفس اللي قالته يمنى؟ the collection يعني هي نفس اللي قالته يمنى؟ لا، ولا انت لغايه كولكشن بس. طيب يعني انت بتقول ان هي دي بس، صح؟ صح كده. ايوه. طيب نشوف امنيه انت بتقولي في مشكله في المايك، صلحت؟ طيب لو في مشكلة، طب عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بتقول ايه؟ يا عبد الرحمن، عبد الرحمن أحمد صدقي، الله أكبر.
عندنا العصر أطرافها. طيب عبد الرحمن مش معانا. طب علي بتقول ايه علي؟ انا بقول زي امنية لما قالت اللي هو مش فاكرها بالظبط كانت ايه. Working and collection don't mix. تمام. طيب وحسن بيقول ايه؟ حسام اسفة. حسام برضه نفس الحاجة اول جملة. طيب تمام. وحسن بيقول ايه؟ نفس الجملة برضه. طيب ده كلام كويس جدا. يعني احنا كده دلوقتي احنا عندنا اجماع ان هي اول جملة هي التوبيك سنتنس. مفيش غير كان طلال احمد طلال هو اللي قال working and debit collection. هي الإجابة هي فعلا الجملة الأولى اللي عليها الهايلايت دلوقتي ده working and debit collection don't mix. طيب أحمد ناقشني أنت ليه قلت working and debit collection بس؟ أنا كنت عايز بس أجيب العنوان بتاع الجملة عايز أدخل في تفاصيله. هو احنا نقول التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس لازم تبقى ملمة بالموضوع على بعضه. تمام. بس انا احييكم كلكم ان انتوا كان تقريبا في شبه اجماع على الاجابة السليمة ان دي السنتنس بتاعتي اللي هي التوبيك سنتنس. في كمان ان حتى زميلكم اللي قال هم الكام كلمة دي هي وجهة نظر. بس هي العنوان ده عيبه ان هو مش ملم بالموضوع على بعضه. هو انت بتتكلم عن الـ working and debit collection بس المقال ما بيتكلمش عن الـ working والـ debit collection بصفة عامة. هو بيتكلم على ان هما ما ينفعش يحصل mixing بينهم فكده يبقى العنوان ناقص. فهنا المشكلة. انت فاهم قصدي يا احمد؟ ايوه دكتور. تمام. هي ده المثال ده. خلونا نروح لايه للي بعده. بعد اذنك دكتوره بس سؤال. اتفضل. هو احنا بنتكلم هنا عن الريدنج ولا رايتنج الباراجراف ولا ايه؟ لا احنا بنتكلم في الريدنج. انا بدور على ال بسم الله اللي فاتوا بدور على التوبيك سنتنس. انا بقرا دلوقتي فانا علشان افهم او لو بدور عشان يساعدني في القرايه جمع. بس احنا علشان ايه احنا قلنا ايه هقول لك. احنا كنا بنتكلم ايه عمليه اللي هي الديساكتنج بتاعت الريدنج اللي هي ان انا بشرح الحاجه اللي انا بقراها عشان اعمل لها عمليه فحص بدقه. بستخدم ايه؟ بستخدم التوبيك سنتنس او السامري سنتنسز او السبورتنج سنتنسز او الترانزيشنال سنتنسز. فدي حاجه من الحاجات اللي انا بستخدمها علشان اعمل عمليه الفحص اللي بدقه للقراءه بتاعتي. مش انا كنت بقول لكم انا وانا بذاكر علشان ابقى ملمه بالموضوع كنت بحب اعمل عناوين عشان ما فيهاش او بحط خط تحت الحاجات المهمه او اللي هي التوبيك سنتنس اللي هي الجمله اللي بتلخص القصه كلها. فدي اسمها ايه ان انا بستخدم التوبيك سنتنس علشان ان عمليه الـ 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 القراءه والفهم تبقى سريعه وان انا ابقى فاكراها في الامتحان وكده. فهمتني؟ يعني هي بتدي فكره عامه عن اللي انا بقراه صح؟ ايوه. وشفت احنا قلنا هنا ايه ان هي بتبقى الجمله الاولى او الاخيره من الباراجراف ولو مش موجوده بنحط لها عنوان. زي ما بقول لك كنت احيانا ممكن احط جنب الحاجه اللي بقراها اكتب كام كلمه عنوان كده على جنب. ممكن ده بيبقى من 5 كلمات وبيبقى سامر. يعني يبقى في الكلام ده يبقى ملم بالموضوع على بعضه. علشان كده انا قلت لاحمد زميلك مين اللي بيتكلم الاول. انا حسام. حسام عشان كده
كنت بقول لزميلك احمد طلال اما قال working and debit collection بس قلت له بس انت احنا ما هنا الكلام ده ما بيتكلمش عن ال working وال debit collection بصفة عامة وخلاص، لا ده احنا بنتكلم على ان هما ما ينفعش يحصل لهم mixing مع بعض، ما يختلطوش يعني، ما ينفعش ان ده وده يدخلوا في بعض. فهي ده اللي انت بتعمله، ان انت احنا بنتكلم على اللي هي الوسائل اللي انا بستخدمها علشان اعمل عملية الديسكتنج اللي هي الفحص بدقة العملية للقراءة العملية القراءة. فده فانت طبعا ده بيحصل وانت بتقرأ، فبالتبعية لو انت بتكتب ممكن تبقى قاصد ان يبقى في عندك topic sentence في الكلام علشان تبين اللي هيقرأ لك الكلام ده، لكن دي الوسائل اللي انت بتستخدمها علشان تفهم الكلام اللي انت بتقرأه. واضح كده يا حسام؟ ايوه، يعني دلوقتي لو مفيش topic sentence انا بحط واحدة ايوه وخلونا نشوف المثال اللي بعد كده، وانتوا بقى تبدأوا تقولوا لي اذا كان عندنا topic sentence ولا مش عندنا، ولو مش عندنا ممكن تبقى ايه. اقروها كده وانا منتظراكو، اقروها كده بهدوء. طيب حسن اتفضل. هي التوبيك سنتنس مش موجوده في الباراجراف، فهي ممكن نعملها احنا، هتبقى اونلاين جوب سيرش. برافو اشكرك. هو فعلا احنا مفيش توبيك سنتنس هنا. طيب في حد تاني كان، لو حد عنده كلام تاني يفضل رافع ايده او مقترح العنوان تاني. طيب اتفضلي يمنى. هو الباراجراف كلها بتتكلم عن ان الواحد يدور على يعني مكان شاغر يعني للشغل job opportunities وكده، وكله بيتكلم على اننا لو عندنا كمبيوتر او عندنا يعني سمارت ديفايس نقدر ندور في داتابيز او كده يعني. فاول جملة تنفع ان today your entire job search can be conducted online. أنا موافقاكي على فكرة، بس هو ال 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 هقولك أنا بعد كده. أنا بميل لاقتراح حسن ليه. طب صلاح إيه وجهة نظرك؟ أنا برضو كنت أقول أول جملة أحسسها تنفع برضو. تمام. صلاح، حسام. طيب. هو أنا كنت أقول أول جملة عشان هي اللي ادتني الفكرة العامة للتوبيك اللي أنا بقرأه، إنه today your entire job search is conducted online، ولا مش عارف كانت مكتوبة إيه. today your entire job search can be conducted online.
يعني انا بالنسبه لي لو شلت اول الجمله دي يعني الباراجراف مش يكون واضح لي، فهي اللي وضحت لي. فانا بالنسبه لي هي التوبيك سنتنس. can also factor can also لازم اقعد يعني افكر في الموضوع ان ده بيتكلم عن ايه، انه اه بيتكلم عن الجوب سيرش وكده. تمام. برضو احترم وجهة النظر. حسام ايه وجهة نظرك؟ تفضل. انا اللي قلت الكلام ده، انا حسام. ها انا اسف يا حسام، معلش سامحني. طيب يبقى احنا دلوقتي في وجهتين نظر، دي واحدة تانية، في وجهتين نظر. في زميل ليك وقال ان 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 ال ان ال ان انا هكتب اونلاين جوب سيرش، تمام، ثلاث كلمات يعني اقل من الخمسة. هي قالت نفس المعنى اللي هو بتاع يعني ده ممكن يلخص كل ده، فده سليم. واللي انتوا قلتوه برضو صح، لان فعلا برضو اول جملة فعلا هي topic sentence. Today your entire job search can be conducted online. هي برضو دي قالت ان هو الجوب سيرش اونلاين، وقالت ان الكلام ده دلوقتي هو قد يكون في رأي بيقول ان ما كل ما ان انا احط عنوان اقصر فده بيكون افضل. لكن فعلا هي دي topic sentence الجملة الاولانية. بجد انا مبسوطة بيكو، يعني برافو عليكو، يعني انا اللي هسقف لكو، يعني برافو ليكو، يعني انا مبسوطة ان احنا العدد ده شارك وكل الاجابات سليمة. طيب ده المثال التالت برضو، خلونا نقراه وايه وقولوا لي موجودة ولا مش موجودة، ولو موجودة هي مين. The stock market. طيب تمام، ده احنا برضو عندنا مجموعة لا بأس بها. طيب جد والله مبسوطة بيكم، والله يعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، دي حاجة لطيفة جدا. عايزين بونص بقى. اهو تسقيفة 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 تسقيفة. خلاص درجات درجات، ده ايه الطمع ده كله.
لا 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 لا، انا هقول لكم، انتوا شطورين خالص، و يعني you have to be proud of yourself، يعني انت لازم تبقى كل واحد فيكم يبقى فخور بنفسه، كل واحد يجيب لنفسه شوكولاتة النهارده. اوكي. طيب، ابدا بالترتيب اللي رفعوا ايديهم يومنا، بس انا هسمع منكم ومش هجاوب. اتفضلي يا يومنا. ايوه، مفيش هنا يعني، اظن يعني مفيش topic sentence، لان مفيش في حاجه بتلخص. اظن هي مفيش حاجه اسمها اظن، يا في يا مفيش. ايوه خلاص، مفيش دلوقتي، مفيش. هخليني اكيوريت، مفيش. لو في يعني اقول ممكن نحط ايه ولا لا؟ اتفضل. ممكن نقول مثلا في البدايه مثلا day trading is more efficient مثلا. Day trading is more efficient. انا الفكره انا بكتب كل الجمل اللي هتقولوها، او في الاخر نقول ان to conclude day trading is more efficient، يعني فوق او تحت. يعني انت بتقولي بين قوسين هنقول conclude. طيب، مين تاني واحد رافع ايده؟ كان في حد بعد أمنية، كان حد وغير رأيه تقريبا. ما كانوا اتنين، في اتنين فوقي بس ما عرفش رافعين. لا، هو نفس الرأي بتاع يومنا اللي هو قول 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 الجملة اللي انت هتكتبها ايه. انا بكتب، ما تتكسفش. اللي كان رافع ايده يقول، قول يا احمد. ايوه، انت اللي كنت رافع ايدك. You have to be positive، لازم تبقى ايجابي، لا تنسحب من المعركة ابدا. تفضل احمد. بشمهندس احمد، نفس الحاجة اللي هي ايه؟ قولي، كلي اذان صاغية يا فندم. اتفضل. ان مفيش، ده اليومنا قالته. طب الجملة ايه بقى؟ نسيتها. طب اهي الباراجراف قصادك اهو، لا تنسحب من ميدان المعركة. طبعا مش معركة ولا حاجة، انتوا كلكم يعني احنا كلنا زملاء واخوات، يعني بهرج اكيد، يعني انتوا عارفين. لا تنسحب من الميدان. Advantage of short term of trading. Advantage of day trading. أنا مش هقول دلوقتي الإجابة، بس برضو هشكرك للمشاركة، لكن لسه ما نعرفش الإجابة الصح إيه. مين كان حسام بعد؟ في حد أنت حسام كنت بتقولي كان في اتنين قبلك، مين كان التاني؟ هما كانوا في اتنين قبلي بس ما عرفش هما مين. ماشي، هنادي على رقم اتنين. نقول برضو تاني، لا تنسحب من الميدان. مين التاني؟ شكله انسحب. لا، ده انت شكلك اعلنت انسحابك خالص كده. ينفع طلع احمد اكثر شجاعة منك؟ لا، انا الطلبة بتوعي لازم يكونوا شجعان، لازم يبقى brave heart كده يعني. حسام اتفضل. انا بالنسبة لي اللي هي اول كلمتين day trading. Day trading. لأنه هو أصلاً topic sentence بيبقى عبارة عن يعني خمس كلمات ولا حاجة، فكل ما قل عدد الكلمات بتاع topic sentence كل ما كان أحسن، لأنه يعني بيشمل أكثر.
لا برضو مش هجاوب، بس ايه هو كلمة عدد الكلمات فعلا، ان انت بتقول ان هو كل ما يبقى اقل هيبقى افضل، ده كلام سليم، بس الاجابة في الموضوع ده لسه لم تحسن بعد. حسن خالد، ممكن نقول day trading is advantageous on the short term. Day trading advantages is advantages on the short term. In short term. يعني لو انت بتقول advantages بقى يبقى has advantages، has يعني ليها advantages في الشورت تيرم. طيب اسمع رأي علي. هو انا ممكن اقول برضو هبدأ بتوداي trading، بس ممكن مثلا تقول different or easier or professional بحيث انه تبقى لما الموضوع شوي. day trading different is different is different. ايه عشان تكون لما الموضوع شوية. طيب مرسي يا علي على المشاركة، وهنقول الإجابة في الآخر. نجلاء اتفضلي يا فند. هو لا مفيش، وممكن نقول الجملة عشان تكون معبرة. هو أنا بصراحة بحب يعني مثلا لو أنا هعمل هايد وكده على باراجراف، بحب إن تكون الجملة مختصرة كتير، فعشان كده أنا هقول day trading زي ما زميلي اللي قبل كده قاله. طيب يعني أنتي برضو هتقولي day trading. بالضبط. طيب صلاح، قول يا صلاح. أنا شايف برضو إن هي day trading، إن هي كلمتين بيفهموني الموضوع كله بيتكلم عن ايه. طيب تمام. طلال، احمد طلال، باشمهندس طلال، قولي يا هندسة. day trading makes money. day trading makes money. طيب حد تاني هيقول فيه؟ يحيى تفضل. يا يحيى، يحيى متردد بيرفع ايده وينزلها. لا انا اسفه، ما نزلهاش. عذرا. يحيى تفضل قول. كنت بقول day trading allow you to take advantage of current of the current. Day trading allows you to take advantage of the current. Take advantage of the current. طيب كان في حد؟ أحمد هيثم. هي مش حاجة مختلفة كتير عن اللي اتقال قبل كده، بس هقول انه advantages of short term trading او day trading. advantages of short term trading. بالظبط. طيب طلال عندك حاجة تانية عايز تقولها؟ باشمهندس احمد طلال عندك حاجة تانية؟ طيب اوكي، احنا كده دلوقتي بقى تعالوا بقى نناقش اللي انتوا قلتوه. تقريبا انتوا عندكوا شبه اجماع ان مفيش بتاع ده topic sentence. تمام. وفي كده حوالي ثلاثة
قالوا ان هي كلمة اول حاجة اللي هي الـ day trading. اوكي طيب في واحد زميلكو علي قال هو الوحيد اللي فيكو قال حاجة مختلفة. علي ممكن اتناقش معاك؟ ممكن حضرتك مع حضرتك ايه اللي خلاك قلت day trading is different؟ قلت لي موضوع لامم اكتر، قلت لي كلمة مهمة قوي الجملة دي لما الموضوع اكتر. ايوه ايه اللي خلاك بقى تقول الكلمة دي؟ انه different اكتر من الاول، انه في short time ممكن واحد يعمل فلوس اكتر. ده اللي استوحيته يعني من الباراجراف وانا لما قريته. ايوه يعني انت شايف ان الباراجراف كله بيتكلم عن الدي تريدينج؟ لا الفرق يعني الدي تريدينج دلوقتي بقت يعني في فرق، مش زي ما كانت هي الاول، ده اللي انا فهمته يعني. يبقى انا عندي نوعين هنا هو بيتكلم عنهم. هم في دي وفي دي. صح؟ stock market والday trading. اها عشان كده انا بقول ان علي اقربهم للصح، لان هو بيقول هي مختلفة. هي مختلفة يعني معنى كده ان هي مختلفة عن حاجة تانية. ايه الحاجة التانية بقى؟ المفروض اصح حاجة ان انا كنت ممكن اقول day trading versus او VS يعني الستوك ماركت، ان هو بيتكلم عن نوعين. معظمكو وقع في الفخ هنا، معظمكو قعد يعني الجمل بتاعكو كلها المختلفة بيتكلم عن مزايا الشورت تريدينج، الشورت تيرم اللي هي الدي تريدينج، واللي هي الشورت تيرم تريدينج اللي هي الدي تريدينج يعني. ونسي خالص ان في كلمة هنا اتقالت، هو قالها هنا الدي تريدينج وقال ايه؟ قال شورت تيرم تريدينج. تعالوا بقى نغير لون الستوك ماركت كده ونغير الكالر بتاعها. وهو جاب برضو ايه؟ سيرة اللونج تيرم بورتفوليو. يعني يقصد ان انا في ليا يعني باع طويل في التجاره، يعني في الواحد ليه بورتفوليو كبير في الموضوع في التجاره، يعني يقصد اللي هي التجاره اللي بتاخد وقت طويل. ورجع واتكلم تاني هنا تاني على الشورت تريدينج. لو سمحت بس يعني سؤال. تفضل، مين بيتكلم معايا؟ حسام. حسام تفضل. هو احنا ما نقدرش نعتبر الستوك ماركت من الداي تريدينج جزء منه؟ لا، المقصود هنا في الباراجراف الداي تريدينج اللي هي التجاره اليوميه، يعني حد كده راح اشترى شويه حاجات وكسب فيهم قرش وخلصنا. لكن في واحد تاني فتح محل بقاله سنين بيتاجر في الحاجه دي، تمام؟ فهو هنا بيتكلم على الفرق ما بينهم، بيتكلم على ان الدي تريدينج كان بروفايد يو ان اوبورتونيتي تو ميك ماني ان شورت تيرم في وقت قصير، لكن ممكن يبقى فيه ليا في لونج تيرم بورتفوليو، وفي حاجات ممكن ان هي بتستمر، يعني بتستمر فترات طويله. هو has done extremely well during the last 60 years. وبعدين بيقولك في الاخر ومع ذلك برضو مفيش حاجة بتضمن ان الحاجات تستمر دايما، لان ممكن تجارة تقع.
عادي، بس هو هنا بيتكلم عن ده وبيتكلم عن ده. فهنا اللي اتكلموا كلهم عن الدي تريدنج بالعناوين المختلفة، انتوا هنا وقعتوا في الفخ لان انتوا ما فهمتوش الباراجراف كويس. وانا ما كدبش عليكم، انا شخصيا انا شايفة ان الصياغة بتاعت الباراجراف مش 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 يعني مش ما فيهاش شطارة قوي. يعني يعني لو هي دي من مرجع او من حاجة، فاللي كاتب الباراجراف نفسه الباراجراف نفسه مكعبل كده في نفسه، يعني الكلام مش واضح، مش كلير قوي يعني. فانا مش بلومكم، بس هي دي تخليك تعلمنا ايه بقى؟ تعلمنا ان انا لما احط عنوان او اقرر ان انا احط عنوان يبقى لازم يبقى متأكد ان هو بيلم الموضوع على بعضه، اللي هي اللي احنا قلنا عليه قبل كده، ان انا في حاجة في main idea في controlling message في حاجة دي لازم تبقى موجودة في topic sentence بتاعتي. واضح يا بشوانسين؟ فاهمين قصدي؟ يا تمام تمام. طيب في حاجة بقى اسمها analysis by questions. احنا قلنا ايه؟ ممكن اعمل الاناليسز عن طريق الكويستشنز، اللي هو ايه بقى؟ اسال هو، يعني انا بدور على particular person، ممكن when، يبقى بتكلم عن time concerned with time، where بسال عن مكان particular place مكان معين، why يعني بسأل عن the reasons for belief or happening reasons for belief or happening. belief يعني اعتقاد. طيب how يعني بسأل عن الكيفية، الحاجة دي بتشتغل ازاي او ايه اللي بيحصل، يعني ازاي، يعني بسأل عن حاجة how كيفية الطريقة، لكن ما بستخدمش ابدا what. ليه بقى؟ لان السؤال what بيقدم احتماليات كتير قوي. يبقى the question what is not included since it addresses a broad range of possibilities، لان هو بيتناول مجموعة واسعة من الاحتمالات. فعشان كده what لا، تقدر تستخدم في الاناليسز who او when او where او why، يعني 4W و H. اوكي اوكي افتكرهم على صوابع ايدك كده، الاربع صوابع W تمام، والخامس اللي هو الابهام اللي لوحده ده هو الهاو بحرف الاتش. الدكتورة اللي بدرس لك اسمها هدير، اول حرف من اسمها اتش، افتكر كده. وافتكر ان what لا. طيب هنكمل بقى الجمل اللي هي السامري والسبورت والترانزيشنال. السامري، انتوا فاكرين احنا كنا بنقول ايه؟ في عندنا summary sentences، في support sentences، في transitional sentences، فاكرين؟ نرجع للسلايد تاني عشان تفتكروا احنا فين ولا بنعمل ايه. نشوفها من ال PDF. نوتن سيف تينج هي اوريدي.
اهي قلنا عمليه اللي هي الديساكتنج دي عشان تعمل ديساكتنج للريدنج، استخدم التوبيك سنتنس والسامري والسبورتنج والترانزيشنال. وعلى فكره الموضوع بتاع الاناليسس ده تحت التوبيك سنتنس، يعني ان انت وانت بتحلل الباراجراف بتاعك وعشان توصل للتوبيك سنتنس بتاعتك بتستخدم الكلام ده اللي هي الاناليسس باي كويستشن دي، علشان لو مش لاقي التوبيك سنتنس فتساعدك. بس الترانزيشنال سنتنس ما هنشوف بقى احنا بقى، انا خلينا واحده واحده من على الباوربوينت. كنت بس برجعكم علشان تبداوا تفتكروا احنا كنا فين. دي العمليه اللي احنا بنعمل بيها الديساكتنج للريدنج اللي هو ان احنا عمليه التشريح نفسها. طيب قلنا السامري دي ستيتنج ا جنرال ايديا اور كونسبت، يعني ان هي بتقول الفكره العامه والكونسبت، دي جمله بتلخص لي القصه كلها. سبورت دي بتبقى providing the specific details and facts. فاكرين لما كنا بنقول ان ال details وال facts دي بتجمعهم controlling message؟ ال details وال facts دي بتدعم الفكرة الرئيسية. ال transitional دي بتنقلني من جملة للتانية، من حاجة لحاجة، من نقطة لنقطة، moving from one point to another، يعني أنا بتنقل من نقطة للتانية. طيب أمثلة على الـ signals اللي بتبين لي إن دي حاجة فيها transitional، إن الجملة تبدأ بإيه؟ first أو next أو finally or then، يعني بتنقل. أو sentence يعني بتفرض تساؤل او بتطرح تساؤل عن مثال سابق، امثله سابقه، دي كلها transitional signals. او عن امثله اضافيه او situation prior to change. يعني الوضع قبل التغيير. اوكي situation يعني الوضع و prior to قبل التغيير change. وبرضو transitional signals احنا لسه فيها الجمل اللي بتبدا ب but و although و through و rather و however. انتوا معايا سامعيني؟ النت فيه مشكلة. سامعينك. حضرتك يا دكتور. وتقريبا صوتها فصل. هو احنا كده المفروض بناخد المحاضرة مع السكشن ولا ايه؟ لا السكشن المفروض يكون مع باشمهندس تاني. انت كنت تسأل على ال انت سامعيني كده؟ اه سامعيني حضرتك. ايوه النت فاصل. سوري احنا كده بناخد ال
في حد بيعمل لي ميوت. هو ريكوردينج بدأ من أول وجديد. أنا حد عمل ميوت. هو ممكن تعملي من عن طريق الإعدادات تحكم. هو بدأ. لو حد بدأ كويس أنتوا بدأتوا التسجيل. خلينا بقى نكمل. هو النت فصل فاضطريت عمل hold on فعملت leave ورجعت تاني. طيب هو النت بيقول لي كفاية عليك كده، بس هو المحاضرة طويلة وأنا حابة أفهمكم كل حاجة فيها تفصيل. طيب احنا قلنا ان انتوا وقفتوا لغايه فين. احنا دي بقيه الترانزيشنال سيجنلز. هو فصل عليكم من امتى؟ من اول سنتنس بيجنز وذ اول واحده. طيب but although through rather however sentence raises questions about، يعني في جمله بتطرح سؤال عن gist of argument او statement of the following argument. Argument يعني في نقاش. The rule having an exception يعني القاعدة لها exception. دي كلها signals لأن أنا في عملية transitional. Taking notes. دي بقى حاجة تانية. taking notes ده بتبقى عن طريق traditional methods. حاجة اللي هي outlining highlighting وانت بتقرأ. لو انت بتاخد notes في methods traditional زي outlining highlighting mapping drawing concept trees. انتوا خلال التوتوريال هتاخدوا اللي هو mind map، لكن هنا مش هيبقى الكورس ده في، يعني مش هيطرح في العرض الكامل للتيكينج نوتس. فيش غير المايند ماب اللي هتاخدوها في الايه في التوتوريال. في التيكينج نوتس فوكس اون ذا توبكس، المواضيع نفسها نوت ذا ديتيلز، مش ايه التفاصيل. وزي ما قلنا write five word summaries of topic sentences زي ما اتكلمنا وعملنا الاكسرسايز بتاعنا وكلكم شاركتوا، وزي ما اتفقنا كل واحد فيكم لازم يكافئ نفسه ويجيب نفسه شوكولاتة بونبوني بقى اللي انتوا بتحبوه. seeking out topic sentences. ده بقى التمرين بتاع الassignment بتاعكم. ده خلاص احنا اخر حاجة هعمل معاكو. ده اللي هيبقى مطلوب منكو في الاسايمنت. read the following passage seek out the topic sentences. هتطلعوا topic sentences وهتعملوا summarize للmain ideas في five word phrases وتكتبوا ملخص او يعني عنوان وطلعوا المين ايديز في خمس كلمات لكل باراجراف. ده الباراجراف. احنا هعمل معاكو اول وتاني وتالت وهسيب لكم الباقي خلاص هيبقى فيه بعد كده. ده وده الاسايمنت اهو هتعملوا mind map. ده التمرين بتاعكو. دي المراجع بتاعت المحاضرة بتاعتنا لو عايزين ترجعوا لها بعد كده. بقى دي الجيم بقى اللي هنلعبها سوا عشان نفرفش كده بعد المحاضرة الطويلة. تحبوا اعملها معاكو اعمل معاكو اول 3 paragraphs ولا اسيبها لكم كلها؟ اللي موافق نعملها نعمل اول 3 باراجرافات سوا يرفع ايده. طيب خلاص بما ان في ناس عايزه. طيب حلو كلام كويس خلاص اوكي. تمام كلام لطيف. بس تعالوا بقى نقرا كده وبعدين كل باراجراف
اول ثلاثة هنشتغل على الاول والثاني والثالث، وتلاقوا دكتور علي سايب لكم سطر ابيض كده يعني بين كل باراجراف والتاني عشان تقدروا تكتبوا فيه الايه اللي هي الجمله اللي هتلخص او الجمل اللي هتلخص الكلام ده او الكلمات اللي هتطلعوها اللي هتقترحوها تلخص الباراجراف. طيب طيب العنوان بيقول ايه؟ business entertaining in Argentina by Anne Marie مش عارفة ايه. طيب business entertaining ترفيه الأعمال. Argentines believe that building and developing trust with individuals in paramount for establishing business relationships. One way that these relationships are developed is by spending time together during meals. Business dinners are the norm because many Argentines return to their homes for lunch. طيب ممكن تقولوا لي مقترحات هو ايه المطلوب هنا؟ معلش تعملوا تدوروا على ال topic sentence او تقترحوا كلمات زي ما عملنا قبل كده. أحمد تفضل. The Argentinian way to establish business. طيب حد عنده اقتراح تاني؟ هاخد اقتراح تاني بس وبعد كده الناس التانية تشارك في الحاجات التانية عشان وقتكم. في حد تاني بيقترح حاجة تانية؟ ممكن نقول Argentines relationship with dinner أو lunch أو هو احنا بنتكلم في الـ هنا في الـ انت قريت هو الـ 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 هم بيفضلوا ان هم ايه يعملوا بيزنس دينر عشان هم متعودين ان هم لازم يتغدوا في البيت، يعني هم بيتغدوا في بيوتهم، فلما بيبقوا بيوثقوا العلاقات بين الناس فبتبقى عن طريق العشاء. دلوقتي احنا عندنا اجابتين، تعالوا نقارن بين الاجابتين. أحمد قال إيه؟ قلت إيه يا أحمد تاني؟ كان أقول إجابة مين؟ حسام. حسام طب اتفضل يا حسام. Argentine relationship development. طيب أنت دلوقتي في كان علي اللي قال اللي هو قال دينر صح؟ وأحمد أيوه. أحمد هيثم وحسام وعلي، تعالوا بقى إيه نرتبهم كده بالترتيب مين أقربهم للصحة. علي أقرب واحد أكثر شمولاً لأن هو قال إيه اللي هو ال business relationships during dinners صح؟ علي صح؟ ايوه دكتور مع حضرتك. ايوه انت قلت ان business relationships during dinner صح؟ بالظبط تمام. يبقى ده هنا اكثرهم شمولا. بعد كده بتاع حسام ان قال business relationships development ان انت ازاي بتحسن العلاقات. ورقم ثلاثة اللي هو كان
كان مين؟ أحمد هيثم تقريبا. أنا يا دكتور هيثم. قلت إيه يا هيثم؟ The Argentinian way to establish businesses. تقريبا بنفس المعنى بتاع حسام. انتوا الاثنين قلتوا هما ازاي بيبداوا البيزنس ومرة العلاقات بتاعتهم، حسام قال، وهنا بيبداوا شغلهم ازاي، لكن مفيش حد فيكم جاب سيره العشاء، فيبقى هنا في حاجه نقصت. يبقى احنا هنقول لهم اتنين كاتيجوريز. اول حاجه بتاعت علي ان هي اكثرهم شمولا، فهي الاصح. انتوا الاثنين قلتوا الموضوع ناقص، بداتوا وصل قربتوا، ها بتوصلوا، ولكن ما قدرتوش ان انتوا توصلوا للاحسن. فلازم وانت بتدور تجيب جمله فيها كل الحاجات اللي انت حصلت. عشان كده وانت بتعمل اناليسز اشتغل بقى باللي هي الاربعه W اللي على ايدك ما عدا الوات وحرف الاتش هاو. الدكتورة بتاعتك اسمها هدير، بحرف الاتش افتكر وابدأ حلل الباراجراف بتاعك عشان تقدر ان انت تعرف ان هو اتكلم عن حاجات كتير قوي، ما ينفعش تسقط حاجة منهم. طيب بس برضو برافو عليكم. طيب خلونا نشوف الباراجراف التاني، عشان بصراحة عايزين بقى ايه نخلص الباراجرافين دول بقى. خلصينا يا دكتور بقى المحاضرة دي، النت زهق منك. عايزين نشوف اللعبة اللي انت قعدت من اول المحاضرة تقول لنا هنلعب في الاخر. يلا هنقول، تعالوا نقراها تاني. يلا نقرا. When you are invited to dinner, prepare to meet around 10 p.m. and to be together for at least 2 hours. يعني لغاية 9-12 يعني. Conversation will focus most likely on social topics rather than the business at hand. يعني انت الكلام بتاعك هيبقى مركز اكتر على المواضيع الاجتماعية مش على البيزنس. Wait to discuss business. انت دلوقتي معزوم، هو الراجل الأرجنتيني عازمك، ما تناقش انت، ما تفتحش انت موضوع البيزنس. Wait to discuss business only if it is brought up by your host. لو المضيف بتاعك هو اللي فتح الموضوع ابدأ اتكلم. Otherwise you may risk offending your Argentine contact. طيب يعني هيبقى الموضوع ده ريسكي بقى، هتحصل فيه مشكلة هنا. فيبقى نقدر نقول ايه بقى هنا؟ أقول حضرتك؟ أنا أسفة، أنا لخبطت الدنيا. عايز أفتح ده. حسام تفضل. Discussing راحت فين؟ discussing social topics and business, social and business topics at dinner. Okay. انت قلت social topics. مين بعده يقول؟ مش حافظة ترتيب. انا. اتفضل. مين؟ حسام؟ مين؟ اتش حسن ولا مين؟ حسن. ممكن نقول Argentinian business dinner rules.
عامة بزيادة حسن. ما عشان يعني تبقى شاملة لكل اللي اتقال في الباراجراف يعني. لا انا مش عايزة كل يعني. لا هو انت بتتكلم دلوقتي في الكلام اللي عندك ايه زميلك و... قال السوشيال كونفرسيشنز بس ما جابلناش سيرة ان الناس دي بتتضايق ويعني يعني في حاجة برضو سقطت هنا يعني. يعني كان اول حاجة حسام قالها خليني اعلق على حاجة قبل ما انسى. حسام هنا في حاجة لسه كانت يعني ايه عايزة تبقى اشمل. انت بقى جبت بقى مظلة عامة، انت قلت الرولز، بس الرولز دي تشمل حاجات كتير قوي يا حسن. ممكن الرولز لسه هنقرأ في الباراجراف اخر باراجراف مثلا هتلاقيه بيشرح لك هما بيحطوا السكاكين والشوك ازاي. طب دي ممكن تبقى من الرولز بتاعت الاكل. فاحنا انت فهمني عم بزيادة ما اصابتش الهدف. انت وصلت لك وجهة نظري يا حسن؟ وصلت، بس هي فاكر انا قلت رولز عشان هو بيتكلم الاول خالص اللي هو اوصل امتى واقعد قد ايه واتكلم ازاي، عشان كده قلت رولز. بس عارف هو يعني هو يجوز، بس انا كانت تبقى في حته الديتيل تبقى ريليتد للقصه تبقى اوضح عشان ما تبقاش معممه بزياده. انت فاهمني؟ تمام. انت اديها حاجه كده تيست من الكلام اللي اتقال في الباراجراف عشان تبقى انت يعني في الجون يعني زي ما بيقولوا. تمام. بالمناسبة بتاعت الجون، عشان انتوا بقى اخواتي وحبايبي، افتكروا كده حسام وحسن وعلي ويومنا. بمناسبة الجون بقى، مين فيكو ليه في الكورة؟ انا حسام. طب اكيد في كتير يعني. وانا دي حاجه لطيفه اصلا. انا كمان يعني انا بصوا انا ما اتفرجش غير على حاجتين، على بلاش اقول انا فريق ايه علشان ما بقاش في عنصريه، بس منتخب مصر لازم. انا كنت زمان ماليش خالص خالص خالص، بس بعد ما اخويا اتجوز فبقيت احب ابقى قاعده مع بابا وكده، فبقيت بفهم بابا يشرح لي يعني ايه الاوفسايد يعني. لا 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 يعني انا لا لا يعني انا 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 عايز فرقتي قوي، والماتشات بتاعتها كلها لازم اتفرج عليها مع بابا، وطبعا طبعا طبعا المنتخب. فدي برضه من الحاجات اللي بتكسر الروتين بتاع اللي هو المذاكره وكده يعني. عادي يبقى ممكن ان انت تعمل حسابك انك تنزل تتفرج على الماتش مع اصحابك، ما يمنعش يعني، بس ترجع تكمل مذاكره يعني. وقلتي نجلاء هي اللي بتحب تتفرج على الكوره زي يعني، صح؟ بتشجع مين بقى دكتور؟ لا 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 ما ينفعش كده، احنا يعني انتوا عايزين، ما هو يعني انتوا فيكم الاهلاوي وفيكم الزملكاوي، فانا ما ينفعش ان انا اقول انتوا كلكم اخواتي وانتوا كلكم حبايبي، فما ينفعش ابدا ان انا اقسم الصف. انتك زملكاوية هنحبك، ولو حضرتك اهلاوية هنحبك اكتر واكتر 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 واكتر. يا دكتور طيب يعني عايزين نعرف يا دكتور ايش تشجع من الاندية العالمية؟ الاندية العالمية؟ طيب انا هقول لكم، انا كنت بحب ريال مدريد يعني لما كانت اللي هو بيسموه ايه اللي هو الكلاسيكو بتاع برشلونه وريال مدريد. انا كنت ريال مدريد يعني ما كنتش مع ميسي خالص يعني.
تلعب النهاردة. وأكيد طبعا محمد صلاح ليفربول يعني، يعني طبعا ماتشات ليفربول لو شغالة وأنا في النادي أو بقعد أتفرج عادي يعني. و ما علينا من الموضوع ده، بس أنا برضو مش هقول لكم أنا أنهي فريق عشان أنتوا عزاز على قلبي، فأنا مش عايزة حد فيكم يزعل مني. عايزين نعرف مش أكتر. طب ما تيجوا نعمل فوت كده في اللي حاضرين، كم واحد فيكم شايفني أهلوية؟ اللي شايفيني أهلوية بس 8؟ لا أنا رفع إيدي كده. عشان نذاكر إيه اللي أنتي بتقوله لنا ده يا دكتور؟ بس إحنا خلاص تقريبا خلصنا المحاضرة، إحنا بحل معاكم الأسايمنت بتاع التوتوريال يعني، وبعد كده هنعمل الجيم عشان كده ما تروحوش وإنتوا متضايقين، فدي تكملة إن أنا مش عايزة أضايقكم وإنتوا مروحين المحاضرة الطويلة دي. كم واحد نزل ايدك بقى من الـ الاساينمنت، وكم واحد بما انكم مصرين ان انا اقول انتمائتي؟ لا هي ما كانتش طرحه بيضة، هي بيج على فكره. ف كم واحد شايفني اهلاويه؟ اهلاويه بس دول. طب واللي شايفني زملكاوية؟ أتمنى. مين اللي بيقول أتمنى؟ أنا. مايكل؟ ما تمناش لأ. طب أنتوا كده هتتقسموا. ها في صراحة دلوقتي. طيب أوكي سؤال، لو بقيت فرقة غير الفرقة اللي انتوا بتحبوها هتزعلوا؟ لا لا مفيش اي حاجة هتتغير. كان في يوم كان الاهلي والزمالك بيلعبوا في نفس اليوم، فالاهلي خسر والزمالك خسر، يعني هم ما كانوش بيلعبوا مع بعض، الزمالك كان بيلعب بيلعب، ده بيلعب لوحده وده بيلعب لوحده، بس هما الاتنين في نفس اليوم، وده خسر وده خسر، بعدها قلنا هنشجع غزل المحلة بقى ونريح نفسنا. طيب هقول بس وعد، حد يزعل مني اوكي؟ وعد تحضروا محاضراتي تاني حتى لو انا مش. طب مين مش عايزني؟ اقول احمد، انت مالكش في الكوره. علي ماهر، انت قلت لي الانمي، كتبت على انا قريت في البريك ان انت بتحب الانمي، دي حاجه لطيفه على فكره، انا برضو بحب اتفرج على الرسومات دي. اظن اغلب الدفعه بتحب الانمي. انا طبعا ده مش جيلي انا، بس 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 يعني بنت ابن عمي بتحب ترسم وتحب تفرجني، انا عمتها بقى فتحب تفرجني وانا رسمت عمته وكده، فببقى فرحانه بيها. فال اوكي ها، مين مش عايزني اقول انا اتجاهي ايه؟ كلنا عايزين نعرف، كلكم عايزين تعرفوا. طيب قولوا لي ان وعد ان محدش يزعل مني عشان انا بحبكم كلكم، قولوا لي وعد. اكيد مفيش زعل. لا اكيد وعد. وعد اكيد مفيش زعل. طيب انا اهلاويه جدا، بس الزمالك لو... والله حبيبتي جدا. وانتوا كلكم حبايبي جدا، وعلى فكره بالمناسبه في حاجه بالمناسبه كمان، انا لما في ناس في اهلاويه متعصبين بشكل مش مهذب، انا مش بحب كده ابدا، لان انا كان خالي وحبيبي وكان زملكاوي الله يرحمه. وكمان في حاجة تانية،
لا مايكل مش هيزعل، لان انا بشجع الزمالك لما بيبقى بيلعب بره. في اهلاويه وانا بقول كده لكل الاهلاويه، الزمالك لو بيلعب بره الزمالك ده اسمه مصر، فما فيش حاجه اسمها كده، ولازم يبقاش في تعصب ما بيننا. عادي، ده فريق انا بحبه وده فريق انا بحبه، ولا ان انا اتهكم على ده ولا نتهكم على ده. لازم تبقى فيه روح رياضيه، احنا ناس كبار. هو صدقني لو كلنا بنفكر كده الكره في مصر كلها هتتغير. ما المفروض يبقى كده، لان احنا ناس مثقفين وان احنا ناس كبار. يعني ما ينفعش يبقى فيه عنصريه، ما ينفعش يبقى فيه تحيز. الحاجات اللي انا بشوفها على الفيسبوك والجروبز في كلام بيبقى مش لطيف، ده كل واحد بيكتب حاجة بيدل على تربيته وعلى أخلاقه. فلازم أنا أكون إنسان متحضر، لازم أكون أنا بحب فريقي بس بحترم غيري عادي. والمنافسة منافسة، لازم منافسة شريفة، صح؟ محمد صلاح الكلام اللي قاله أيام المنتخب ساعتها ما كان كل واحد بيشجع اللعيبة اللي من فرقته، ودي كانت حاجة بايخة موت. احنا كلنا بنلعب باسم مصر، فمش حاجة اسمها كده خالص. فانتوا لازم تبقوا قدوة لغيركم، ولازم تبقوا يعني حتى زمايلكم لما يبقى فيه حاجات كده مش لطيفة قولوا لهم عيب ما يصحش، احنا اخوات، احنا جيران، احنا زمايل، احنا قرايب. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وحتى لو بنهرج وبنهيص دي حاجة، لكن دي حاجة تانية خالص. خلونا نكمل بقى، نرجع للناس في الأرجنتين دول، الناس الحاجات الموضوع الدينر خلاص فرفشنا بقى. يلا نرجع تاني علي، تفضل يا علي قولي كنت بتقول ايه بقى. انا كان ممكن اقول Argentines dinner time management. او business dinner time management. Argentines business dinner time management. بس انت هنا ما جبتش التوكس، سيرت التوكس خالص. هو فعلا هي فيها مانجمنت، بس مانجمنت ازاي؟ يعني انا هاكل الشوربه وبعدها السلطه؟ لا مش قوي. عارف اللي هي انت عايز تجيب ايه؟ يعني انت لو حطيت خطوط تحت الكلام اللي انت عايز تتكلم فيه هتلاقيك بتتكلم على تحط خط تحت كلمه سوشيال توبكس كونفرسيشنز. يعني خلونا كده نجرب نحط خطوط تحت الكلمات المهمة في الموضوع. احنا عندنا conversation. وعندنا social topics. وفي وبنتكلم على البيزنس، صح؟ وبنتكلم على ان احنا بنتكلم على التوكس، يعني الكونفرزيشنز زي مثلا. فانت بتتكلم دي الحاجات الاساسيه، ان انا عندي ان انا بتكلم ودينر، وكلمه دينر فأنت محتاج تعمل جمل من الكلمات بتاعتك دي، صح؟ فلازم ان انت مفيش حاجة تقع من دي الحاجات المهمة اللي عندنا. يعني الورد صح؟ انت قلت ايه؟ Discussing social and business topics at dinner. بس انت ما جبت السيرة ان في هو صح، بس ناقص ان هو ان انت بتقول ان هو ان الكلام في السوشيال توبكس بيبقى يعني قبل ما يعني
ان هو افضل. topic sentence. ايوه انت قلت ايه تاني حسن؟ حسام. حسام قلت ايه يا حسام؟ discussing social topics social and business topics at dinner. ممكن نحط importance الاهميه بتاعتها, يعني نقول importance of dinner social conversations مثلا او topics at dinner. صح. يعني انا بحاول ما اطولهاش لانه discussing بتعبر عن conversation يعني نفس الحاجه. خلاص اوكي discussing social topics social and business topics at dinner. لا مالك ما تجيبش سيره البيزنس بقى زي. لان انا احنا بنقول ان هو هنا بيقول لك ان انت السوشيال توبكس ما تفتحش بيزنس الا لو هو فتح, فانت يا تجيبها في الجمله بالمعنى ده يا لكن ما تحطهاش مع السوشيال في نفس الوزنه. فهمتني؟ يعني لو قرأ الجمله دي هيعتبر انه الاثنين مع بعض بس هو في واحده قبل واحده. ماشي. يعني انت بتقول انا بقول لحضرتك انه انت يعني انا ما ينفعش احطهم مع بعض عشان انا لازم اعمل ديسكاسنج للسوشيال والبزنس بعد ما الهوست يسمح لي. ايوه تمام. يومنا ليكي راي تاني؟ كان في حد رقم 2 تقريبا كانت يومنا علي ولا علي قال؟ اتفضل يا علي. انا جاوبت حضرتك انا اللي كنت رديت قبل حسام. تمام. احنا دلوقتي احنا بنتكلم في ان انا محتاجة ان يعني مثلا هقول لكم اللي كانت الحاجات اللي ممكن تكون ايه زي ما حسام قال dinner social conversation importance. ممكن يبقى ال wait until your host brings business subject مثلا, انت تنتظر ان هو your host اللي هو ده مفروض كنا نحط مثلا هنا ان برضو دي كلمه مهمه عندي. طب يا دكتور هو ينفع التوبيك سنتنس تبقى سؤال؟ لو الموضوع فعلا بيطرح سؤال وليه لا. ممكن تبقى ثانية قلنا هي wait for your host to start business talk. احنا قلنا دي await until your host brings business subject هي دي ودي بنفس المعنى. يعني انت تستنى لما هو يبدأ الكلام. ممكن برضو يعني احنا ممكن تبقى من اكتر من وجهة نظر. طيب عندنا بقى آخر paragraph هنشتغله سوا. Beef is a very common meat in Argentina. However, you should expect to be served some foods that may be slightly different than the cuisine to which you are accustomed. For example, cow brains, intestines. Intestines يعني أمعاء, kidneys, مخ وأمعاء اللي هي الممبار يعني والبتاعنا والكيدني اللي هو الكلاوي, and so on. Even if you have never wanted to try this food before, لو أنت مش عايز تجرب الأكل ده even if you have never wanted to try this food before, لو انت قبل كده ما كنتش عايز تجرب الاكل ده ابدا, it's considered من المفترض يعني ان هو يبقى proper يبقى مناسب to at least taste them على الاقل ذوقهم. متحركش الراجل يعني. rather than والا to risk offending your Argentine host. يعني هيبقى الموضوع ده في risk offending للراجل اللي هو المضيف ليك ده.
by refusing them. أما هترفضهم. Besides, you can always make up for it with special culinary treats, including the delicious helado, the ice cream, ده, which is an Argentinian ice cream. ممكن يعني ان انت بعد الكلام ده تبقى تاخد ايس كريم يعني، بس المهم جامد الراجل يعني ما تحرجوش يعني. طيب احنا ممكن نقول ايه بقى عشان نلعب الجيم، علشان اديلكوا افراج، عشان انتوا اكيد يعني ايه زهقتوا من المحاضرة، عذرا على الاطالة، بس انا كنت حابة ان انا ابقى معاكوا نقرا سلايد ان ديتيلز يعني. علي انت رفع ايدك المره اللي فاتت ولا انت رفع ايدك؟ لا انا رافع ايدي، انا ممكن اجاوب. طيب اتفضل وبعد كده اسمع يمنى. احنا ممكن نقول host courtesy، لو مجاملة الهوست نفسه عشان انه ما نحرجوش. يعني حضرتك بس ده رايي يعني، مش طب هي مجاملة الضيف في ايه؟ هل مثلا ان انت تبتسم في وشه؟ هل ان انت مثلا تبقى مجاملته في ايه؟ تقول له كلمة فيها complimentary، ما هو ما انت ما حددتش برضو نفس الاشو. خلي بالك ان انت الموضوع ده انت خد بالك منه، ان انت ما ينفعش يبقى العنوان عام بزيادة. وبرضو كان حسن في حاجة كده قبل كده، ما كان قال لي rules في الباراجراف الأولاني، لا ما يبقاش عام بزيادة، لازم تبقى الموضوع يعني related للtopic اللي نتكلم فيه قوي، يعني في حاجة باينة في العنوان كده بتميز الموضوع. طب يومنا تفضلي. أيوة احنا ممكن يعني نقول حاجة فيما معنى ان هو you mustn't upset your host by not following the rules or not appreciating their culture. هي برضو ما جبناش سيرة الأكل العجيب، تمام؟ فإحنا برضو نفس الكلام لعلي، إحنا برضو الموضوع ما دخلش في الإيه، في إن الموضوع الأكل غريب يعني، وإن أنت لازم تاكله يعني. في حد عنده اقتراح تالت؟ أنا حسام. حسام اتفضل. Tasting unique cuisine foods to please your host. واو حلو قوي. انا بقولك واو بجد حقيقي. انت بتقول اللي هو tasting unique cuisine foods او كده يعني to please your host. زي الفل، برافو يعني. لا دي استحق على تسقيفة، وتسقيفة ليكم كلكم عشان المشاركة. احنا بنتعلم سوا على فكرة، فدي حاجة هايلة. انا اللي عجبتني الجملة اللي انت حطيتها يا حسام. في برضو جملة تانية ممكن هو be ready to taste strange food مثلا يعني، لكن جملتك اقوى كمان. فاشكرك يا حسام، واشكر علي، واشكر يمنى، واشكر كل اللي شارك. في حد عنده اقتراح تاني قبل ما نتنقل بقى للجيم؟ احنا صدعتينا يا دكتور طول النهار، خلينا بقى نشوف الجيم اللي انت من الصباحات ربنا بتقول لنا عليها. يلا بينا. بالعكس المحاضرة حلوة. الله يخليكوا، وانتوا كمان روحكوا حلوة على فكرة. انتوا دفعة لطيفة، فانتوا كمان روحكوا حلوة حقيقي بجد. فبقول لكم ايه، عايزين نتفق على حاجة. أي حد فيكو محتاج أي حاجة، سواء أنت من قسم عمارة أو مش من قسم عمارة، في مشكلة حسيت أن أنت حاسس أن في مشكلة ما، إحباط شديد، أي حاجة،
عايزين حد يجي يدردش، عايز تدردش مع حد، انا مكتبي مفتوح، انا مكتبي في قسم عمارة في الدور الثالث، في الطرقة اللي هي بعد ما تطلعوا من الأسانسير اللي هو ما علينا، يعني هي في الطرقة اللي فيها الدكتورز قدام الصالة بتاع سنة رابعة، وأنا ابعتولي على تيمز مفيش مشكلة، أنا أختكم الكبيرة، تجين أي حاجة أي استشارة أي حاجة أنا أختكم الكبيرة، يعني فوريفر كمان، يعني حتى بعد ما أنتوا تتخرجوا ربنا يكرمك يا علي، ومرسي يا مايكل، مرسي يا أحمد، مرسي يا علي، مرسي ليكو كلكو. أنا بتكلم بجد، يومنا كلكو أخواتي وحبايبي بجد. محمد مرسي 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 كتير بجد، لو احتاجتوا أي حاجة ابعتولي نتناقش، قبل ما تحس، قبل ما تدخل في المشكلة وان انت تدخل في دوامة اكتئاب بقى وان ده يأثر على شغلك، استشير حد اكبر منك، انا موجودة، نحل الموضوع، والموضوع هيبقى ان شاء الله بسيط، وربنا يقدرني ان انا اساعدكم واكون جنبكم. ومن هنا مش لغاية ما تتخرج، كمان لغاية ما تتخرجوا، بعد ما تتخرجوا اختكم موجودة في الكلية هنا، يعني ان شاء الله لغاية اخر نفس فيا بامر الله ربنا يخليكم ليا. مرسي يا احمد، مرسي ليكم كلكم. خلونا نشوف الجيم بقى اللي احنا قاعدين مستنيينها من صفحات ربنا دي. الصراحه دكتور حلو، لان انا قاعده بجد عايزه العب. طيب خلاص، يبقى مين يومنا؟ اوكي انا يا دكتور. انا انت متحمسه جدا، خلاص احنا عشان كله يلعب احنا هنقسمها كم جمله هي فيها، واحد اثنين، انا عيني تاهت، ثلاثه اربعه خمسه، لا كمان خمسة ستة، احنا دلوقتي ستة هنلعب. طيب مين هيرى اول سطرين يومنا؟ هي رفعت ايديها اول واحدة. استنوا نكبرها بقى، ده دوت اللعب يا جماعة. الاول strange and amazing، يلا اتفضلي يا يومنا. تمام. If you can read this you have a strange mind too. Can you read this? أكمل؟ لا. مين بعد يومنا؟ محمد تفضل محمد أحمد تفضل. أول جملة في الباراجراف. تمام. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. تمام كده؟ صح كده. طيب مين بعد محمد؟ حسن. حسن وبعد كده حسين وبعد كده أحمد وعلي وبعدين أحمد. تمام. The phenomenal power of the human mind according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. كمل الجملة ولا كده كتير؟ كمل الجملة. The only important thing is that the first and last letter are in the right place. Be in the right? The right A? In the right place. تمام. حسام؟ ولا حسن؟ حسن ولا حسام؟ هو لا، حسن اللي كان بيقول صح؟ حسن اللي كان بيقرأ. حسام. حسام بقى تفضل. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself. أكمل؟ But the word لا آخر كلمة مش عارف. طيب كمل يا علي، مين اللي بعد؟ اللي بعد علي؟ أنا؟ اه
كمل يا علي. Amazing. لا 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 الأول الجملة دي من أول but. But the world as a whole. Amazing, huh? Yeah, and I always thought spelling was important. برافو عليكم. اللي لسه ما قالوش هيقولوا بقى الجيم الجاية. هقراها انا على بعضها. If you can read this, you have a strange mind too. لو عرفت اقرا ده يعني انت عندك عقل مختلف. Can you read this? انت عارف تقراها؟ انت عارف تقرا ده؟ I couldn't believe that. انا مش مصدق ده. I couldn't believe that. انا مش مصدق ان I could actually understand. ان انا فعلا بفهم what I was reading. ان انا بفهم اللي انا بقرأه. A phenomenal power of human mind. يعني دي يعني ظاهرة قوة يعني phenomenal يعني قوة كظاهرة يعني للعقل البشري. According to a research at Cambridge University, إن في بحث في جامعة كامبريدج, إن it doesn't matter, إن ما فيش مانع يعني in what order, إن في أي ترتيب the letters in a word are, إن أي ترتيب للحروف هتكون. The only important thing, الحاجة المهمة اللي هي بس إن is the first and last letter, إن الحرف الأول والأخير be in the right place. انتوا هتلاقوا تاخدوا بالكوا إن الكلمات كلها تقريبا يعني هتلاقوا مثلا reading ال R وال G الكل الحرف الأول والأخير زي بعض, وpower ال P وال R أنا بقول زي بعض, أنا بقول في مكانهم السليم. الhuman ال H وال N في مكانهم, المايند ال M وال D في مكانهم السليم. يعني هو بيقول لك الفيرست واللاست letter be in the right place, بيكونوا في المكان السليم. The rest can be a total mess, يعني ممكن الباقي يبقى كله mess, فوضى. And you can still read it, وانت برضو هتفضل ايه تقراه without a problem, من غير مشكلة. This is because the human mind, ده علشان sorry, this is because لأن ال human mind, العقل البشري doesn't read every letter by itself, لأن العقل البشري مش بيقرأ كل حرف لوحده. But the word as a whole, يعني الكلمة على بعضها. Amazing, huh? ده طلع الموضوع ده يعني amazing, مذهل يعني. فعلاً بيقول لك yeah, أيوة. And I always thought spelling was important. وأنا ده اللي دايماً فكر إن spelling ده حاجة مهمة. معلش هو بس لا, هو الاسبيلنج حاجة مهمة يعني, بس هي يعني حاجة معلومة لطيفة يعني. طيب أنا زمايلكم اللي كانوا رافعين إيديهم أنا هأجلكم للعبة اللي بعدها, عشان اللعبة اللي جاية دي هنسأل فيها حد فيكو في حد بيعرف فرنش هنا كويس؟ اللي بيعرف فرنش مين؟ حسن؟ حسام؟ مفيش ولا واحد؟ مفيش حد هنا فرنش؟ هو انا كنت خدت فرنش في المدرسة بس يعني مش لدرجة ان اقرا يعني. كلنا هذا الرجل. انا اخري في الفرنش ثانوية عامة انا كمان. طيب هو عموما هي ال
هنا الباراجراف ده هو انجلش على فرنش. اوكي يعني بصرف النظر بقى نقراه ما نقراهوش، بس ايه يعني هو برضو في المفروض يعني this is المفروض تبقى مظبوطة مخلوفة. هو ده English داخل معاه French، فهو بيقول لك ان انت هتعرف تقراها. وصلت المعلومة يعني صح؟ ولا ايه رأيكو؟ مين اللي كان رافع ايده بقى عشان الجيم الجاي؟ بما ان احنا ما فيناش حد شاطر في الفرنش. يومنا لا يومنا احنا لعبنا يومنا حد مين اللي... انا على طول جاهزة للعب، فلو محدش هيتطوع لا ما كان في اتنين زمايلك دول اللي هيلعبوا الجيم الجاي. الجيم الجاي محتاج تلاتة. اللي كان رافعين ايديهم فين فين فين؟ كان علي و علي و ولا اهو، وكل واحد كده يقعد يحاول. ها مين؟ انا مين؟ كان علي صح. انا قريت اخر جمله في الباراجراف اللي فات بس مش مشكله عادي ممكن اقرا تاني. طيب لا 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 اللعب يدي فرصه لزميله بقى يلعب. معلش يا يمنى ريها بقى ايه بين نفسك كده. ايه بتقولي ايه؟ بقول بحاول انزل ايدي بس معلق. طب خلاص خلاص هنفترض ان انت مش رافعه ايدك. اقريها مع نفسك، كل واحد فيكم بقى يقرا الحاجات دي مع نفسه. بس زمايلكم مين؟ اسلام تفضل لي. اسلام جمال اقرا اول جمله. إذا تمكنت من قراءة هذا النص فهذا يدل على أن نظرك جيد لا بأس به. مرسي يا إسلام، برافو عليك. مين بعد إسلام؟ محمد أحمد. محمد أنت جاوبت، أنت لعبت في الجيم اللي فات؟ لا لا الأول ولا الثاني. طب خلاص تفضل. طيب بسم الله. بسم الله. إذا ما زلت تقرأ بهذا الشكل فأنت مطلع جيد على اللغة العربية. برافو برافو يا محمد. يبقى دلوقتي في اتنين من زمايلنا جابوا أول جملتين، برافو عليكم. حسام أنت جاوبت يا حسام صح؟ جاوبت. طيب نور عماد ربيع. أيوة. ولكونك وصلت لهذه العبقرية نهنئك على اجتيازك لهذا الاختبار بشكل ممتاز. برافو عليكم كلكم بقى محتاجين. أنا بقى لسقف لكم على أن أنتوا كنتوا في المحاضرة دي أكتف جدا، وأن أنتوا كلكم شاطرين وأنكم كلكم مركزين. فأنا اللي بقول لكم مرسي، وأنا اللي هسقف لكم كلكم. برافو 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 برافو. يا رب دايما كده شطورين. ما أول الاثنين معكوسين والباقيين مش عارف، أصلا لابتون بالموبايل ما كانوش معكوسين. أيوة ما هي أنت قلبت الموبايل. مين هو مين؟ إيه؟ أنا صورت. تحكي علينا حسن كده. حسن؟ لا أنا حسن. حسام. طيب انا شايفه قدامي اتش، فانا بقول حسن او حسام وانا ورزقي بقى. في واحده لا في هي واحده معمول لها ميرور، واحده مقلوبه، واحده معرفش الدنيا. المهم يعني هي دي بقى ايه، دي كل كلمه يعني كاتب من المقلوبه ومقلوبه، يعني حاجه 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 لخفنه كده. ما علينا، خلينا بقى كده ايه دي الحاجات اللي هتبقى في التوتوريال.
دي الاكسرسايزز دي، بصوا دي ارتكلز دكتور علي كان عاملهم علشان الريدنج، اللي هو ان انتوا الريدنج اكسرسايزز ان انتوا تقروهم وبعد كده يبقى في ام سي كيو. فاكرين الاول باراجراف اللي قلت لكم في كام ثانيه والكلام من ده اللي هو تو ميجر يور سبيد؟ فاكرين؟ فانتوا هتبقى هتاخدوا جزء من اللي هو الجرين دريمز ده، جزء من المقالة دي هتقروها. فلو انتوا مع انا المقالة دي كانت في الحاجات اللي بعتت لي من دكتور علي موجودة معايا، فلو انتوا ما خدتوهاش في التوتوريال وفكروني وابعتها لكم عشان تتدربوا. اوكي تمام يا باشمهندس. دكتور ممكن حضرتك برضو تنزلي السلايدز على تيمز او كده علشان نعرف نشوفها؟ يعني انا المرة اللي فاتت نزلتها. لا ما فيش حاجة موجودة، كنت شفت قبل المحاضرة النهاردة ما فيش. موجود على تيمز اهو في الفايلز، اهو فايلز اهي. يعني انا النت بايظ عندي. اوكي لا لا الفايلز اهي، هتلاقيه اهو الريكوردينجز بتاعتنا اهي واللكتشرز اهي اهي. دي لكتشر 1 وهي عشان انا ما انساش ال يعني انا حرفيا قاعده ببص عليهم قبل المحاضره النهارده ما بلاقيش حاجه، جيت اشوف الوقت لقيتهم فعلا موجودين. معلش ولا يهمك، اهو reading skills اهي، اهي دي lecture 2 اهي ما بتعملها اهو uploading اهو. فكده المحاضرات اهي عندكم مفيش مشكله. ففكروني لو انتوا ما لو انتوا ما اخدتوهاش الجزء بتاع الجرين دريمز اللي انتوا هتشتغلوا عليه في التوتوريال فكروني ابعته لكم. اوكي عشان انا عايزاكم تتدربوا حتى لو بينكم وبين الدكتور دي بعد يوم. اما بعد التوتوريال عشان نبقى التوتوريال تبقى كل الدفعات الجروبز مع بعض، بس لو انتوا ما اخدتوهاش قولوا لي وانا ابعتها لكم، لان هي عندي على الموبايل. فكان دكتور علي بعتها لي فابقى ابعتها لكم. اوكي دكتور لو سمحت. اتفضلي يا فندم. هو بالنسبه للاسايمنت اللي حضرتك قلتيه في يعني في خلال ما احنا بنشرح السلايد ان احنا نطلع الجمل من الباراجرافات دلوقتي، ده نظام ده هنسلمه في حته معينه ولا ده بيبقى لينا مع نفسنا؟ لا دلوقتي الحاجات اللي احنا عملناها سوا دي ليكوا مع نفسكم، اما الحاجات بتاعت التوتوريال هتسلموها في توتوريال عشان هتاخدوا عليها درجات. تمام شكرا.